ازاي نجيب الكومبوننتس الثلاثه لاي فرصه في السبيس. طب ده هيتم بكام طريقه؟ في عندنا يا اولاد 3 ديفرنت ميثودز، في ثلاث طرق مختلفه اقدر اجيب بيهم الفورس كفيكتور في السبيس. الفيرست ميثود يا اولاد، الفيرست ميثود او الطريقه الاولى اللي هقدر اجيب بيها الفورس كفيكتور في السبيس واجيب لها مركباتها الثلاثه، اللي هي باستخدام حاجه اسمها الدايركشن انجلز يا اولاد. الدايركشن انجلز يعني ايه يا دكتور؟ اهو دكتور بعد اذنك انت ريكورد المحاضره بس. اعمل يا حبيبي. بدات انا ريكورد، ما حدش وقفه يا جماعه بس باذنكم. انا بدات ريكورد، ما حدش عنده خالص. طب بص يا اولاد، لو فرضت ان ده الاكس والواي والزد اكسيز، وعندي كده في اي فورس موجوده في السبيس، حلو كده، الفورس دي موجوده في الفراغ يا اولاد، وجيت قلت ايه؟ انها عامله انجل مع الاكس هسميها الفا، وعامله انجل مع الواي تعالوا نسميها بيتا، وانجل مع الزد اسمها ايه؟ جاما. معلش يا دكتور قولهم تاني، الفا مع الاكس، بيتا مع الواي، وجاما مع الزد. الثلاث زوايا دول يا اولاد بنسميهم ايه؟ الدايركشن انجلز. الدايركشن انجلز، حلو قوي. لو معاك يا عم الثلاث زوايا دول، خلاص هتقدر تقول ان الكومبوننت اوف ذا فورس الونج الاكس اكسس بتبقى قيمه الفورس نفسها مضروبه في كوزاين الفا، والكومبوننت اللي في اتجاه الواي هتبقى الفورس في كوزاين الانجل مع الواي اللي هي بيتا، وبالتالي يا اولاد اكيد الاف زد هتبقى الفورس في كوزاين جاما. ده ايه الحلاوه دي يا دكتور؟ ده زي الفل فعلا. يبقى لو حصل واديت لك فورس قيمتها 50 نيوتن 60 نيوتن 100 نيوتن وات ايفر، واديت لك الثري دايركشن انجلز ليها الالفا والبيتا والجاما الثلاثه جيفن، يبقى عشان تحول الفورس دي كفيكتور بتعمل ايه؟ بجيب لها يا دكتور مركباتها الثلاثه اف اكس واف واي واف زد. تمام يا ابني، الاف اكس هتبقى الاف مضروبه في كوزاين الفا، الاف واي هتبقى اف في كوزاين بيتا، والاف زد هتبقى اف في كوزاين جاما. طبعا في ناس ممكن يتبادر الى ذهنها طب ليه يا دكتور حسين ما اشتغلتش زي ال2 دي، واحده كوزاين والثانيه ساين؟ لان كان هناك في ال2 دي يا اولاد الانجلز اللي عاملاهم الفورس مع الاكس والواي بيتمموا بعض، يعني مجموعهم 90، وكلكم شطار وعارفين ان كوزاين 90 ماينس سيتا هي نفسها ساين سيتا، يعني الساين بتتقلب والكوزاين، فاهمين حاجه انتوا؟ لكن هنا لا، مفيش الكلام ده. يعني يا دكتور مفيش علاقه بين الثلاث زوايا ان مجموعهم كذا او لا، العلاقه الوحيده يا اولاد اللي بتربط الثلاثه دول ببعض، وممكن نثبتها لكم كمان شويه، ان مجموع الكوزاينز بتاعتهم سكويرد ب1. ازاي يا دكتور؟ كوزاين سكويرد الفا بلس كوزاين سكويرد بيتا بلس كوزاين سكويرد جاما ايكوالز 1. ايه يا دكتور العلاقه دي جبتها منين؟ جبتها منين هقول لك كمان شويه، لكن خليني اقول لك دلوقتي انا هحتاجها في ايه. هقول لك يا سيدي، في احيان كتير يا اولاد، كتير انا هدي لك الفورس ومش هدي لك الثلاث زوايا جيفن، يعني مش هدي لك الالفا والبيتا والجاما كلهم، امال ايه؟ هكتفي باثنين بس. لو اديت لك اثنين وما اديتلكش الثالثه وطلبت ان انت تجيب الفورس فيكتور او تجيب متجه القوه، في الحاله دي هتستخدم الايكويشن دي يا اولاد المهمه قوي، تعوض بالاثنين اللي انت عارفهم ايا كان ايه هما، تقدر تجيب الانجل الايه؟ الثالث. يبقى بالراحه كده، بالراحه يا دكتور، اول طريقه اقدر اجيب بيها الفورس كفيكتور في السبيس، يعني اجيب لها ثلاث مركبات باستخدام ما يسمى الدايركشن انجلز، بالعربي يا اولاد بيسموها الزوايا الاتجاهيه، اللي هم اسمهم ايه يا دكتور؟ الفا مع الاكس، بيتا مع الواي، وجاما مع الزد. طيب العلاقه اللي بتربط الثلاث زوايا ببعض ايه؟ ان كوزاين سكويرد الفا بلس كوزاين سكويرد بيتا بلس كوزاين سكويرد جاما ايكوالز 1. تعالوا ناخد اكزامبل يا اولاد، يلا. اهو يا اولاد اول اكزامبل عندنا اهو، معرفش ظاهر قدامكم ولا لا. ظاهر كده يا دكتور. طيب زي الفل اهو. ايه يا دكتور الاكزامبل ده؟ مديني فورس في السبيس يا اولاد الماجنتيود بتاعها بكام؟ ب 200 نيوتن، زي الفل. وقايل لي انها موجوده في السبيس زي ما انتم شايفين كده، وعامله انجل مع الواي 60 ومع الزد 45. طب والالفا بكام؟ مش قايل يا اولاد، مش قايل. طيب احسن، ما قالش. طب ايه المطلوب؟
بيقول لي find the force vector. find the force vector. ايوه find the force vector. طب يا دكتور اعمل ايه بقى؟ مبدئيا طالما الانجل الفا دي مش جيفن لازم استخدم الفورمولا الاول. هقول له بما ان كوزين سكويرد الفا اللي انا مش عارفها بلس كوزين سكويرد بيتا اللي هي 45 بلس كوزين سكويرد انا عكست يا اولاد معلش المفروض دي 60 بلس كوزين سكويرد بيتا بلس كوزين سكويرد جاما اللي هي 45 هتبقى ب 1. دكتور بالراحه دكتور وانت عايز توصل لايه؟ انا عايز اعرف قيمه الانجل الفا عشان استخدمها بعد كده ان انا اجيب الكومبوننتس الثلاثه الكومبوننتس الثلاثه بتوع الفورس. طيب يبقى كوزين سكويرد الفا اللي فتح المايك يا اولاد يقفله بعد اذنكم. كوزين سكويرد الفا بلس كوزين 60 بهاف يبقى هاف سكويرد بلس كوزين 45 اللي مش متاكد يطلع الاله الحاسبه بتبقى 1 على روت 2 سكويرد ايكوالز 1. طب يبقى هنا كوزين سكويرد الفا بلس دي تربيع يا اولاد هتبقى ربع بلس دي تربيع هتبقى نص هتساوي 1. وديهم الناحيه الثانيه بالنيجاتيف هيطلع ان كوزين سكويرد الفا بربع 1 اوفر 4. طب ما تاخد الروت اخد الروت يا دكتور انت هتخوفني يعني ال1 اوفر 4 يا اولاد هتبقى بلس اور ماينس نص بس احنا هناخد البوزيتيف يا اولاد. ليه هتختار البوزيتيف ليه يا دكتور حسين؟ بص يا اولاد على رسمه المساله معلش هي الفورس دي يا اولاد لما اعمل لها بروجكشن في الاكس واي بلين هتبقى جايه مع الاتجاه الموجب لمحور اكس اللي هو ده ولا الناحيه الثانيه كده لجوه اللي هو نيجاتيف اكس؟ لا مع البوزيتيف. جدعان برافو عليك. وبالتالي ما انت واحد يقول لي يا دكتور ايه علاقه ده بالاكس يا حبيب قلبي؟ ما هي كوزين الفا هي دي اللي انت هتجيب منها الاف اكس. فطالما الفورس في اتجاه الاكس بوزيتيف يبقى لازم الكوزين الفا هختار البوزيتيف يعني النيجاتيف دي لا مرفوضه. طب تمام يا دكتور يعني معنى كده كوزين الفا كوزين الفا بنص لو عملت لها شيفت كوزين على الاله هتطلع الالفا بكام؟ ب 60. طب يا دكتور عداك العين. معلش يا دكتور سؤال بس اتفضل. هي دي يعني المحاضره بتاعه الستاتكس يعني احنا مش فاهم دلوقتي حضرتك اللي هتدينه ولا دكتور احمد عز؟ هو انت ايه انت كريدت ولا مين ستريم؟ لا كريدت يا حبيب قلبي. لا الكريديت يا حبيبي انتوا هتبتدوا مع الدكتور احمد عزت المحاضره الساعه 2. احنا ابتدينا الاسبوع اللي فات واتفقنا ان الاسبوع ده هتبقى يوم الخميس. طب انت داخل هنا على تيم غلط يا حبيبي احنا هنا مينستريم. اه تمام ماشي شكرا يا دكتور ماشي تمام يعني اخرج دلوقتي صح؟ اخرج تمام ماشي شكرا مع السلامه. المهم يا اولاد المهم فمن هنا الالفا هتبقى ب 60. طب انت كنت عايز ايه يا دكتور؟ انا عايز الكومبوننتس الثلاثه. خلاص اهي يبقى الاف اكس اف في كوزين الفا يبقى ال 200 في كوزين الفا اللي انت جبتها اللي هي 60 تطلع ب 100 نيوتن. طب والاف واي هتبقى الفورس يا اولاد اللي هي 200 في كوزين بيتا اللي هي برده 60 يبقى كوزين 60 هتطلع برده ب 100 نيوتن. كويس جدا. طب واخر حاجه الاف زد تبقى الفورس في كوزين جاما اللي هي 45 هتطلع ال 200 تايمز 1 على روت 2 يعني هتطلع 100 روت 2 نيوتن. تمام كده يا حضرات؟ تمام. لو انت حابب يعني تكتب النتيجه دي في الفيكتور فورم يبقى زي الفل يبقى كتر خيرك اهو. هقول ايه بقى؟ then الفورس كفيكتور لو الدكتور طلبها هتبقى ال100 اللي هي بتاعه الاكس في اتجاه الاي كاب بلس ال100 بتاعه الواي في الجي كاب بلس ال100 جذر 2 بتاعه الزد في اتجاه الكي كاب. بس ده لو ايه لو انت عايز تكتبها في الفيكتور فورم. يبقى يا حضرات ايه الطريقه الاولى اللي بقدر اكتب بيها الفورس كفيكتور عن طريق الدايركشن انجلز الفا وبيتا وجاما. طب بدي لك الانجلز كلها جيفن هتقول لي يا ريت يالله يا دكتور كتر خيرك يا ريت لو اديتني الالفا والبيتا والجاما كلهم يا سلام زي الفل. طب لو ما حصلش يا اولاد واداني بس 2 بستخدم الفورمولا الشهيره بتاع ده سكويرد بلس ده سكويرد بلس ده سكويرد كام ايكوالز خلاص. طب مش طريقه ثانيه
اتفضل يا حبيبي دكتور. بعد اذنك الصوت بيقطع شويه. لا ما اعرفش ايه المشكله بتاعت الصوت والله ما عنديش فكره. يمكن مشكله نت عندك انت. السكند ميثود يا اولاد اسمها الدبل الدبل ريزوليوشن ميثود. هي مشكله تقطيع الصوت دي يا اولاد عند الكل؟ لا مشكله تقطيع الصوت. يا دكتور ايوه يا دكتور ايوه يا دكتور ايوه بس انا حاجه برضه ايه مشكله عامه مش بتقطع على طول يا دكتور، بس هي ممكن بتقطع في كلمه كده في وسط الكلام وخلاص على كده بتتعدل، يعني مش تقطيع على طول. طيب. يعني طيب المهم الدبل ريزوليوشن ميثود، وفي بعض الناس يا اولاد في بعض الناس بتسميها البروجكشن ميثود. البروجكشن ميثود ايه يا دكتور الطريقه دي؟ واحنا ناقصين بروجكشن اللي هي طريقه يا اولاد طريقه المسقط او طريقه الاسقاط. والله يا دكتور مش فاهمين قوي انت تقصد ايه، بس يعني ايه خلينا نتفرج. بص يا ولاد الرسمة اللي ظهرت قدامكم دي ايه يا دكتور الرسمة دي؟ بص يا ولاد هنا هدي لك فورس اسمها اف مش كده؟ اه. وهدي لك الانجل بتاعتها مع الزد، هدي لك الانجل مع الزد. هو مسميها فاي؟ لا 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 معلش خليها جاما. طيب وبعدين هل هتديني يا دكتور الانجل مع الواي؟ لا ما حصلش. طب الانجل حتى مع الاكس؟ لا ما حصلش. لا امال ايه؟ عمل يا اولاد اسقط الفورس في الاكس واي بلين، يعني جاب نقطه كده اسمها اي داش. طب وبعدين قال لك بقى ان المسقط بتاع الفورس في الاكس واي بلين عامل مع الاكس انجل ثيتا. طيب يبقى هو هنا مدي لك كام زاويه في المساله؟ الراجل مدي لك 2، بس هل الاثنين دول يا اولاد دايركشن انجلز اللي كان لسه الدكتور حسين بيتكلم عليهم؟ للاسف لا. تمام. طب هنا في الطريقه دي يا حضرات اعمل ايه؟ يقول لك هتحلل مرتين. يعني عارفين اللي انا اديته لكم المحاضره اللي فاتت؟ اه. هتعمله تاني دلوقتي بس هتكرره مرتين. ازاي؟ اقول لك انا. بصوا يا اولاد دلوقتي يا دكتور حسين انت بتقول ان الفورس عامله مع الزد انجل جاما. طيب تتفقوا معايا يا اولاد ايه علاقه محور زد ده بالخط اللي اسمه او اي داش؟ الخط ده اللي انا همشي عليه بالاحمر ده، ايه علاقه محور زد بالخط الاحمر ده يا اولاد؟ بيربنديكولار عليه. الله يفتح عليك. عارفين انتوا اولاد القاعده الشهيره قوي ايه؟ العمودي على اي خط فيه. اقولها لكم تاني، العمودي على مستوى عمودي على اي خط فيه، البيربنديكولار تو اني بلين بيبقى بيربنديكولار على اي لاين فيه. طب ما هو الزد اكسس بيربنديكولار على الاكس واي بلين كله، يبقى اكيد يا دكتور بيربنديكولار على اي لاين فيه. يا دكتور ماشي انجز، عايز توصل لايه؟ عايز اوصل يا اولاد ان لو انا حبيت احلل الفورس اف في اتجاهين متعامدين زي المحاضره اللي فاتت شبه الاكس والواي، هيبقى اهو مع الانجل هنا كوزاين، يعني هنا هيبقى فيه اف كوزاين جاما، وفي اتجاه الخط ده يا اولاد هتبقى فيه ايه؟ اف ساين جاما. اه ايه ده يا دكتور ده شغل المحاضره اللي فاتت. اه اهو حللت في اتجاهين متعامدين، في اتجاه اللي مع الانجل خدت كوزاين واللي عكس الانجل خدت ساين. طيب هل يا اولاد الاف ساين جاما دي انت كده جبت الاف اكس والاف واي؟ لا خدها بقى هي دي كفرصه جديده، اعمل لها ريزوليوشن بس باستخدام الزاويه سيتا تاني يا دكتور. اه يبقى في اتجاه الاكس يا اولاد لان هي اللي معاها الانجل، في اتجاه الاكس يا دكتور اه اهي هتبقى الاف في ساين جاما دي هي دي مضروبه في، انت بتحللها المره دي اهو مع الاكس هتبقى مضروبه في كوزاين سي. طب والناحيه الثانيه يا اولاد مع الواي هتبقى برضو اف ساين جاما برضو يا دكتور في ساين سي. يبقى حضرتك كده قدرت تجيب المركبات الثلاثه للقوه؟ اه طبعا. اهو حتى اهو على جنب يا اولاد النتيجه النهائيه الكومبوننت اف اكس هتبقى ايه؟ تساوي ايه؟ هتبقى الاف يا دكتور في ساين جاما مضروبه في كوزاين سيتا. طب والاف واي؟ هتبقى الاف في ساين جاما مضروبه في ساين ثيتا. اما الاف زد لا دي برنس يا دكتور انت جايبها من الاول، هتبقى اف في كوزاين جاما بس. يبقى ايه ده؟ يعني لو انا اتحركت اقصد تقول يا دكتور لو انا عارف قيمه الفورس اف وعارف الزاويتين سيتا وجاما احل المساله؟ اه
طب معلش يا اولاد خدوني على قد عقلي معلش، ايه رايك يا اولاد لو انا جبت لك نفس المساله هي 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 بس بعد اذنك بدل ما ادي لك السيتا مع الاكس قمت مدي لك السيتا مع الواي، حد شاطر يقول لي ايه اللي هيتغير؟ ها يا اولاد بدل ما تبقى كوزاين هتبقى ساين في الكوزاين اكس هتبقى ساين واي هتبقى ساين. ايوه برافو عليك. طب معلش يا اولاد الله يبارك لكم الله يبارك لكم، استحملوني اكتر استحملوني اكتر، لو ما اديتلكش في المساله لو ما اديتلكش الانجل جاما هي اللي جيفن، لا اديت لك الانجل ما بين الفورس والخط اللي تحت ده ولتكن اسمها فاي، يبقى ساعتها وانت بتحلل الريزوليوشن الاولاني يا اولاد اللي هو ما بين الزد والخط، يبقى ساعتها الاف زد هي اللي هتاخد ساين فاي صح يا اولاد، والاف اللي في اتجاه الخط اللي في الارض هي اللي هتاخد كوزاين فاي. حد فاهم حاجه يا اولاد؟ تمام هو انا ممكن نقول يا دكتور 90 ناقص ثيتا؟ قول تاني كده حبيبي، ممكن نقول 90 ناقص ثيتا؟ قول يا حبيبي ما سمعتش معلش قول. هيبقى نفس الحل الاولاني بس هنقول بدل ما نقول بدل ما تبقى ثيتا هتبقى 90 ناقص ثيتا. الله لا لا الله يبارك لك، لا ما انت اللي انت بتقوله صح، لو قلت 90 ناقص ثيتا برافو عليك، بس على ايه بقى؟ انت بدل الساين مكان الكوزين وخلاص عشان بس ما تتلخبطش. والله لا انت عارف انت كلامك صح على فكره، رياضيا كلامك صح برافو عليك، انا بس كل خوفي ان لو دخلت في سكه 90 ناقص ثيتا والكلام ده كله بس اخاف انت تغلط، لكن هو مش غلط هو صح. تمام شكرا دكتور. العفو حبيبي. تعالوا ناخد اكزامبل يا اولاد على الطريقه دي، ناخد اكزامبل يا دكتور اهو. يلا اولاد ايه دي يا دكتور؟ دي فورس ب 100 باوند 100 100 يعني يا دكتور احنا هنخاف ماشي، مالها بقى الفورس دي؟ الفورس دي يا اولاد موجوده في السبيس واضح يا دكتور. طب وبعدين لما عملت لها مسقط في الـ في الاكس واي بلين لقيتها يا اولاد عامله مع المسقط انجل 60. طب والمسقط نفسه بتاعها عامل مع الاكس اكس الزاويه كام؟ 45. يلا يا اولاد ابدأوا. 100 كوزاين 60 مع البروجكشن. الله يفتح عليك اهو. بصوا يا اولاد الله يبارك لكم، ركزوا مع عديا. الدكتور هيحلل في اتجاه الخط ده، في اتجاه الخط ده هتبقى 100 كوزاين 60. واكيد اقفل يا ابني، اقفل المايك يا ابني، عمال تحرك في ايه؟ يبقى في اتجاه الخط ده هاخد كوزاين، وفي اتجاه الخط ده يا دكتور اهو في اتجاه الزد هتبقى 100 في ساين 60. ايه يا دكتور الكلام ده؟ ده عكس ما صرحت يا حبيبي مش هو بدل الانجل. طب وبعدين؟ خلاص ال100 كوزاين 60 هي دي يا اولاد، هي دي. استخدم الانجل ال45 ان انت تعمل لها ريزوليوشن. خلاص يا دكتور هيتهنا في الاتجاه ده يبقى ال100 مع الاكس اكس. برافو عليك. الاول بس 100 كوزاين 60 في كوزاين 45. طب وهنا في اتجاه الواي كده هتبقى 100 في كوزاين 60 برضو بس في ساين 45. طيب اكتب بقى اللي على الرسم ده يا اولاد اهو، هو ده اللي انت وصلت له، ده وده وده ماشي كده، ادي الثلاثه بس. الله يبارك لك وانت بتكتب تيك كير من الاشارات. لا قول يا دكتور بتقول ايه؟ خد بالك مين في الثلاثه اللي انت هتكتبهم دلوقتي، مين بوزيتيف ومين نيجاتيف اهو. يلا وايت نيجاتيف جدع. الاف اكس الله يفتح جدع جدع. يبقى الاف اكس اهي اهي. لا يا دكتور الاف اكس بوزيتيف زي الفل، هتبقى 100 كوزاين 60 في كوزاين 45. لو حد يا اولاد يقول لي الرقم يبقى كتر خيره. الاف واي هتبقى ماينس زي ما انتوا قلتوا فعلا اهي، انا بنقل يا اولاد من على الرسمه، هتبقى 100 في كوزاين 60 في ساين 45، شوفها تطلع كام. طب والاف زد مية سنتي. الاف زد هتطلع الاف اكس 25 روت روت 2 اللي هي كام يعني؟ هتطلع 35 ولا حاجه 25 جذر 2. لا 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 قول لي كرقم، قول لي كرقم في الاخر. 35.35 طيب اهي، ودي برضه هتبقى 35.3 نيوتن بس بالنيجاتيف، والثانيه 160 هتطلع تقريبا كام؟ 86.6
تطلع كام يا اولاد؟ ايوه 186.6. طب يا اولاد هايلين. طب النتائج دي لو انا حبيت اكتبها في الفيكتور 4 حقك يا دكتور اكتبها في صوره متجه اهي حاضر الافكس يبقى الفورس كفيكتور جدع هتبقى 35.3 في الاي بلس نيجاتيف 35.3 في الجي بلس 86.6 في الكي. طيب هسألكوا هنا سؤال امتياز او مش امتياز قوي يعني انا بضحك معاكم يعني بس سؤال اللي يجيبه يبقى ولد شاطر يعني لو قلت لك what are the direction angles alpha beta gamma for the given force عايز يا دكتور عايزك تحسب لي الدايركشن انجلز الفا وبيتا وجاما بتاعه الفورس اللي انا مديها لك حضرتك احنا هنشيل ال100 من كل واحده فيهم وخلاص هتبقى دي دايركشن انجلز ايه كوزاين انفرس حضرتك أيوة. هنشيل ال100 من كل واحده فيهم وخلاص كده كده يبقى جبنا دايركشن برافو عليك برافو عليك او بطريقه اخرى عشان برضو تبقى مفهومه دكتور مش انت في اول اهو اهو بص يا اولاد اهو سؤال تاني اهو الدكتور بيقول to find alpha beta and gamma and gamma. طيب مش حضرتك يا دكتور كنت قلت لنا من شويه ان الاف اكس في اول الشرح هي اف في كوزين الفا اكيد كلكم هتبصموا لي بالعشرة هتقول لي اه دكتور حسين حضرتك قلت خلاص يبقى اقدر من هنا استنتج يا اولاد ان كوزين الفا اكيد هي عباره عن اف اكس على اف. الله طب ما الدنيا حلوه يا دكتور. طب ما انا الاف اكس فعلا انا حاسبها هي يا اولاد اللي هي 35.3 والاف اوريدي خلقت ربنا انا مديها لك جيفن من اول المساله يبقى فعلا يا دكتور اهي صح يبقى من هنا اهو كوزين الفا كوزين الفا كرقم هتبقى 35.3 على ال100. طب انت عايز الالفا بس يا دكتور اوكي اعمل لها شيفت كوزين يبقى كوزين نيجاتيف 1 35.3 على 100 تقدر تطلع الالفا لو عايز. طيب عشان بس يا اولاد هقلل الكتابه مش اكتر البيتا بنفس المنطق خلاص يا دكتور حسين هتبقى كوزين نيجاتيف 1 اكيد اف واي على اف نفس المنطق فهتبقى كوزين نيجاتيف 1 ماينس 35.3 على المية وبنفس الطريقه يا حضرات الانجل الثالثه اللي هي الجاما هتبقى كوزين نيجاتيف 1 اف زد اوفر اف فهتبقى كوزين نيجاتيف 1 اللي هي اللي انت طلعتها تقريبا 86.6 على المية. طب الكلام ده يا دكتور بناء على ايه؟ بناء على الفورمولا اللي انا اديتها لك في اول المحاضره اللي بتقول ان الاف اكس ايكوالز اف كوزين الفا خلاص يبقى كوزين الفا اف اكس على اف وكوزين بيتا اف واي على اف وكوزين جاما اف زد على اف خلاص يا اولاد دي الطريقه الايه؟ الثانيه. يبقى حضرتك في عندنا لغايه دلوقتي قلنا كام طريقه اقدر اجيب بيهم الفورس كفيكتور في السبيس طريقتين الطريقة الأولى عن طريق الدايركشن أنجلز ألفا بيتا جاما اللي هي الزوايا المباشرة مع المحاور الثلاثة. طب حضرتك هتجيبها لي في الامتحان إزاي؟ بأحد طريقتين يا إما أكون كريم معاك جدا 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 وأدي لك الثري أنجلز كلهم جيفن كتر خيرك يا دكتور. طيب لو أنا أديت لك اتنين بس طب يا دكتور ما فرقتش كتير هستخدم العلاقة اللي بتقول إن كوزين سكويرد ألفا بلس كوزين سكويرد بيتا بلس كوزين سكويرد جاما بوان تقدر بالزاويتين اللي معاك تجيب التالتة. طب وايه الطريقة التانية اللي هي طريقة المسقط في الحالة دي يا اولاد هل بيدي لك الانجلز الفا بيتا جاما؟ لا خالص. واحد ممكن يرد عليا يقول لي يا دكتور حسين ممكن يدي واحد حتى دي مش شرط ممكن يديها لك او يدي لك اللي بتتممها لكن مش بالضرورة يديها لك هي. طب وبعدين بعمل ايه؟ بتعمل كوزين وساين مرتين كوزين وساين مرتين على الرسم. انا افضل يا اولاد الطريقه تبقى على الرسم لو ما يضايقش حد فيكم. طب وبعدين خد الارقام بتاعتك من على الرسم خد الارقام بتاعتك من على الرسم شوف الاف اكس بكام واشارتها ايه وحط تحت كلمه اشارتها دي مليون خط. ها يا اولاد يعني لو في اتجاه بوزيتيف اكس تبقى بوزيتيف لو في اتجاه نيجاتيف اكس تبقى نيجاتيف. الله يبارك لكم. زي المساله دي احنا ليه استنتجنا ان الواي نيجاتيف من الرسمه خلاص تمام دكتور بعد اذنك بس في سؤال اتفضل يا حبيبي ممكن في الايكويشن الاولى اللي هي بتاعه الثري انجلز يديني انجل واحده بس ويبقى عايز مني التو انجلز الباقيين. طب بالله عليك انت قولها لي رياضيا دي اجيبها ازاي؟ ها يعني ممكن يديني اي
اي حاجه تانية تساعدني يا ابني. هو انت عدوي يعني؟ انا هدي لك ازاي معادله في مجهولين؟ قولها لي انت، قولها لي ازاي يعني، بانهي منطق؟ تماما. يعني انا عندي معادله واحده، معادله واحده احط لك فيها تو النومز ليه؟ تمام يا دكتور. معلش يا دكتور، سؤال، هو الامتحان هيبقى ام سي كيو ولا لا؟ اه يا حبيبي هيبقى ام سي كيو. اه يعني شكرا يا دكتور. الفورس في 3 دي يا دكتور هو بيبقى ليه مثلا طريقتين حل، زي مثلا الفورس في 2 دي احنا بنختار الطريقه مثلا تناسبنا ونحل بيها، ولا بيبقى حضرتك بتحدد لنا مثلا في المساله اذا كان نحل بأي طريقه؟ لا انت شوف المساله، شوف هي تمشي مع مين يعني. شوف انت يعني، اهو بص يا حبيبي، لو انا جبت لك مساله كده اهو، ادي مثلا ادي الاكس وادي الواي وادي الزد، انت بتشوف المساله، انت اللي بتحكم على فكره. يلا يا سيدي اهو، لو قلت لك مثلا عندي فورس كده قمت مدي لك الانجل دي مثلا 60، قمت قايل لك ان الانجل دي كده دي كده 135، وقلت لك الفورس دي يا سيدي 50 نيوتن، وقلت لك ايه بقى؟ قلت لك فايند ذا فورس فيكتور، او فايند ذا فايند ذا فيكتور اوف ذا جيفن فورس. في رايك انت بالرسمه اللي قدامك دي، دي فيرست ميثود ولا سكند ميثود؟ فيرست. دي انهي، الطريقه الاولى ولا الثانيه يا اولاد؟ الأولى. لأن ما فيهاش بروجيكشن. خلاص أنت هنا أنا مدي لك الألفا ومدي لك البيتا، صح ولا لأ؟ فاضل هتجيب أنت الجاما من القانون، من القانون اللي هو دي زي ده زي ده نساوي واحد ونجيب القانون. برافو عليك، تمام كده تمام. طب لو جبت لك مسألة تانية أهي، أدي إكس وأدي واي وأدي زد، وقلت لك مثلا أدي فرصة أهي يا أولاد برضه ب 100. خلاص اقفل يا ابني المايك يا ابني، الله يبارك لك أهو، وانزل دي كده ودي كده. يلا يا اولاد، وقمت مدي لك مثلا الادي البروجكشن اهو، استنى اما استخدم لون تاني. سكند ميثود يا دكتور. الله يفتح عليك، باينه ماشي. يلا يلا اهي، بس حلوها لي بقى. يلا لو جيت يا اولاد هنا اديت لك الانجل دي، الانجل دي مثلا اهو، قلت لك الانجل دي 40 والانجل دي 20. يلا يا اولاد 100 في البروجكشن. لا كده العكس حضرتك، عشان في ليد. ايوه هتبقى في الزد هنا 100 كوزين 40، وفي اتجاه الخط ده كده اهي هتبقى 100 ساين 40. طب ليه يا دكتور المره دي؟ لان الانجل مع الزد يا اولاد، فيبقى هي اللي هتاخد كوزين والخط اللي تحت هو اللي هياخد ساين. طب وبعدين خد بقى ال 100 ساين 40 اللي تحت دي، هي دي اعمل لها ريزوليوشن تاني، بس المره دي انت مديني الانجل بتاعتها مع الواي. خلاص ايه يعني اهي، يبقى هنا 100 ساين 40 كوزين مضرب في كوزين 20. 20 تمام. طب وهنا في الاكس هتبقى 100 ساين 40 في ساين 20، صح كده يا اولاد؟ طيب بعد الهيصه دي يا اولاد، بعد الهيصه دي كلها، انا انترستد بمين، او انا عايز مين؟ الثلاثه دول، دي دي ودي اهي ودي ودي، هم دول واللي فوق دي يا اولاد. يا دكتور اللي انت عملت عليهم دوائر دول اف اكس واف واي والاف زد، هم دول اللي يهموني. تقدر تكتبهم وتطلع لي قيمتهم؟ اه. تقدر تكتب منهم هم بعد ما تطلع قيمتهم، تقدر تكتب الفورس كفيكتور؟ اه يا دكتور، هكتب جنب الاف اكس اي وجنب الاف واي جي وجنب الاف زد كي. تقدر تطلع منهم الدايركشن انجلز الفا وبيتا وجاما؟ اه طبعا يا دكتور. الالفا هتبقى كوزاين نيجاتيف 1 اف اكس على اف اللي هي المية. طيب بيتا هتبقى كوزاين نيجاتيف 1 اف واي على اف. جاما هتبقى كوزاين نيجاتيف 1 اف زد على اف. طيب تمام يا اولاد. الطريقه الثالثه احسنهم واسهلهم بقى يا اولاد واكثرهم استخداما، الثيرد ميثود. ايه الثيرد ميثود دي يا دكتور؟ بيقول لي الطريقه الثالثه اللي تقدر تكتب بيها الفورس كفيكتور في السبيس يا اولاد، باستخدام نقطتين على خط عمل الفورس. باستخدام ايه يا دكتور؟ تو بوينتس اون ذا لاين اوف اكشن اوف ذا فورس باي يوزنج تو بوينتس on the force. طيب
دكتور الطريقه دي حضرتك هتشرحها لنا بايه؟ هشرحها لكم باكزامبل على طول يا اولاد. احنا لسه هنحكي يعني الطريقه دي يا اولاد هشرحها لكم بمثال على طول. يعني بدل ما اقعد اشرحها بالكلام لا انا هشرحها بارقام عشان تلاقوها سهله قدامكم. دكتور ايوه حبيبي، هي الطريقه الثالثه ديت احل بيها اي نوع من انواع المسائل؟ على حسب برضو يعني اكثرهم استخداما، اقصد اقول بتيجي كتير يعني افرض جبت لك مساله ما فيهاش نقط فيها انجلز ازاي هتحل بدي؟ ما هو دي لازم عشان تحلها لازم يبقى فيها نقط. يلا يا اولاد ايه الاكزامبل ده؟ مديني فرصه اهي زي ما انتم شايفين. الماجنيتيود بتاعها ب 70 نيوتن. اه يا دكتور صح، وبيقول لي انها بتمر بنقطتين، نقطه اسمها ايه؟ وانا يا عم مسهل لك الاحداثيات بتاعتها 0 1 و 2 ونقطه اسمها بي احداثياتها 2 4 و 8. حضرتك ايه المطلوب؟ بيقول لي اهو find the force vector، عايز متجه القوه دي يا اولاد، يعني عايز المركبات الثلاثه اف اكس واف واي واف زد. طيب بصوا يا اولاد، يمكن في حاجه انا ما رضيتش اقولها في اول المحاضره قلت اسيبها لوقتها. ايه هي؟ اي متجه في الدنيا يا اولاد او اي فيكتور في الدنيا بيعتمد على الماجنيتيود والدايركشن، صح ولا لا؟ طب وبناء عليه اي فورس في الدنيا يا اولاد كفيكتور هتبقى عباره عن الماجنيتيود او النورم او الفاليو او المقدار بتاعها مضروب في حاجه اسمها اليونت فيكتور، اليونت فيكتور اوف ذا فورس اف. ايه يا دكتور ده اسمه ايه؟ اليونت فيكتور متجه الوحده. ده ايه هدفه ده يا دكتور؟ هدفه بيبقى ايه؟ هدفه يا حضرات هو الـ بيستخدم لتحديد اتجاه القوه في الفراغ. واللي انتم ما تعرفوهوش يا اولاد ان اليونت فيكتور ده بتكون مركباته الثلاثه كوزاين الفا في الاي بلس كوزاين بيتا في الجي بلس كوزاين جاما في الكي. فعلا يا دكتور يعني لو انت معاك الثلاث زوايا الفا وبيتا وجاما الثلاثه جيفن تقدر تطلع منهم اليونت فيكتور، والعكس صحيح يا اولاد. لا مش فاهمين يعني ايه والعكس صحيح. لو الثلاث زوايا معاك تقدر تطلع منهم اليونت فيكتور. يعني يا دكتور تقصد تقول ان اليونت فيكتور ليه علاقه علاقه جوهريه بالثلاث زوايا؟ عادي. طيب يبقى الدكتور بيقول عشان يحل الاكزامبل ده استخدم المعادله العامه لاي فورس يا اولاد كفيكتور، ان الفورس كمتجه عباره عن مقدارها في اليونت فيكتور. طيب ممكن واحد فيكم يا اولاد ياخد من كلامي مش انت بتقول يا دكتور حسين ان اليونت فيكتور ده بيستخدم لتحديد الدايركشن او الاتجاه؟ طب بالله عليكم يا اولاد لو انا عندي تو فيكتورز الاثنين منطبقين او متوازيين، اسمعوا الكلام كويس، لو انا عندي تو فيكتورز يا اولاد منطبقين على بعض او بيوازوا بعض، مش توافقوني يا اولاد في الراي ان هيبقى ليهم نفس الاتجاه؟ والله يا دكتور صح كلامك صح، يبقى ليهم نفس الاتجاه وبناء عليه هيبقى ليهم كمان نفس اليونت فيكتور. عايز توصل ليه يا دكتور؟ عايز اقول يا اولاد ان اليونت فيكتور بتاع الفورس اف اقدر اعتبره هو نفسه اليونت فيكتور بتاع اللاين اي بي، بتاع الخط الواصل ما بين النقطتين A و B. طب معلش يا دكتور بس بالراحة حضرتك ممكن تقول لنا ليه؟ طبعا لان الخط يا اولاد AB منطبق على اتجاه الفورس F لانهم موجودين على خط واحد. طب خلاص يبقى الفورس فيكتور اقدر اكتبها على انها الفورس في اليونت فيكتور بتاع الخط AB. طيب يقول لك متجه الوحدة ده يا اولاد او اليونت فيكتور هو فيكتور اوف ماجنيتيود 1. طب بيتحسب ازاي؟ يعني لو انت بتشتغل على فيكتور معين وعايز تجيب له يقول لك اقسم عشان تجيب اليونت فيكتور في اي اتجاه، اقسم الفيكتور الاصلي على مقداره او على الماجنيتيود بتاعه. يعني معنى كده ده هيبقى ايه يا اولاد؟ هيتبقى الفورس كفيكتور عباره عن الفورس مضروبه فيه اليونت فيكتور ده 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 يا اولاد هيبقى الاي بي، الاي بي فيكتور على الاي بي نورم او مقدار او ماجنيتيود. حلو قوي يا دكتور الكلام ده. طب الـ AB فيكتور يا أولاد أنا بنطقه يا أولاد، أنتوا سامعيني بنطقه AB ولا BA؟ ها يا أولاد AB AB افتح لك لما تيجي تحسبه تقول دايما الـ A النهاية ناقص البداية. برافو عليك الفاينل يعني B ماينس الـ A. طب معلش يا أولاد بقى حولوا لي المعادلة دي الأرقام كده الله يخليكم، حولوها الأرقام هيبقى الماجنيتيود بـ 70 وبعدين B ماينس الـ A X ماينس X هتبقى 2 4 minus 1 3 8 6. minus 2 6. طب على divided by الماجنيتيود يا اولاد بتاع الاي بي اللي هو الماجنيتيود بتاع الثلاثه دول
طب الماجنيتيود يا اولاد انت كنت قلت لنا يا دكتور في ال2 دي في ال2 دي الماجنيتيود دايما لاي حاجتين الجذر التربيعي ده تربيع بلس ده تربيع هي هي والله يا اولاد حتى لو 3 حتى لو 100 مركبه دايما الماجنيتيود يا اولاد بتاع اي فيكتور بيبقى عباره عن السكوير روت لمركباته سكوير يعني هنا هيبقى ايه يا اولاد 4 اللي هي تربيع ال2 بلس 9 بلس 36 طب معلش اقول اقفل كده اقفل كده فهتطلع روت ايه روت 49 يبقى الاف يا اولاد اهي في الاخر اهي الاف اهي هتطلع 70 مضروبه في 2 و3 و6 ديفايد باي 7 طب انا ممكن اختصر طبعا يا دكتور حقك ال 70 ديفايد باي 7 هيبقى 10 طب ممكن بعد اذن حضراتكم لو ما يضايقكوش اضرب لي ال 10 دي جوه 3 مرات تؤمر يا دكتور هيبقى 10 في 2 هتبقى 20 في الاي في الاكس يعني وبعدين بلس 30 في الجي بلس 60 في الكي دكتور هو انت كده جاوبت على السؤال طبعا طبعا انا كده جبت الفورس كفيكتور هي والله الاف اكس ب 20 يا اولاد الاف واي ب 30 والاف زد بكام 60 عداني العيب عداني العيب طب ده انا ممكن اجود كمان بالله عليكم يا اولاد بالله عليكم وانتوا قولوا لي لو انا بتكلم غلط هل المثال اللي انا اديته لكم ده جاب خالص جاب خالص سيره الدايركشن انجلز الفا بيتا جاما لا يا دكتور ما جابش لا برافو عليك دي طريقه جديده يا دكتور بتستخدم فيها النقط صح ولا لا طب ايه رايك بقى لو انا سالت دلوقتي وعايز حد شاطر او واحده شاطره ترد لو انا طلبت منك دلوقتي find also in this example the three direction angles alpha beta gamma for the given force هتقولوا ايه design inverse ال 20 على ال 70 20 over 7 زي fx هايلين يا اولاد هايلين صح هيبقى كوزاين انفرس اف اكس اوفر اف فتبقى كوزاين انفرس 20 اوفر 7 برافو عليك يا اولاد والبيتا هتبقى كوزاين انفرس اف واي على الاف يا دكتور فتبقى كوزاين انفرس او كوزاين نيجاتيف 1 30 اوفر 70 و جاما هتبقى كوزاين نيجاتيف 1 اف زد اوفر اف هتطلع كوزاين نيجاتيف 1 60 اوفر 70 يبقى الطريقه الثالثه يا اولاد وهي الاكثر استخداما وهي الاكثر استخداما تمام يعني اصل عشان بس ما تفهموش كلمتي غلط زي ما زميلكم فهمها يعني احل بيها اي حاجه لا يعني اقصد اقول بتيجي كتير في المسائل بس لكن الثلاثه يحلوا اي حاجه يا اولاد يلا يا اولاد في دقيقه كده نراجع الدكتور لما بيتكلم عن الفورس في سبيس يعني بتتكلم يا ابني عن كم مركبه 3 يا دكتور اف اكس واف واي واف زد طب عشان اقدر اكتب الفورس كفيكتور واجيب لها مركباتها الثلاثه في السبيس في عندي كم طريقه 3 ديفرنت ميثودز يا دكتور ثلاث طرق مختلفه الاولى عن طريق الدايركشن انجلز الفا بيتا جاما وبراحتك يا دكتور احنا كستودنتس كطلبه قابلين لو اديت لنا الثلاث زوايا كلهم جيفن تشكرين لو اديت لنا بس 2 واحنا نستنتج الثالثه من الايكويشن بتاعت الكوزاين سكويرد بلس الكوزاين سكويرد ب1 تمام طب والطريقه الثانيه اللي هي بتاعت البروجكشن طب دي بتعمل فيها يا ابني كام ريزوليوشن كوزاين وساين مرتين يا دكتور مرتين بقدر اطلع منها اف اكس واف واي واف زد والطريقه الثالثه الاسهل فيهم عن طريق البوينتس او عن طريق النقط خلاص يا اولاد اي سؤال يا حضرات في اي سؤال بس في نفس اللي هي السرد ميثود بس حضرتك ايه اللي انت معترض تحديدا على عليها في الطريقه دي ها يعني انت معترض على ايه تحديدا في الطريقه ايه اللي انت مش فاهمه فيها بتاعت النقط نورما نجيب الفاكتور من النقط بس اه ماشي يا حبيبي اني جزئيه اللي انت واقف عندها يعني اني نقطه اول جزئيه رو. اول جزئيه حطها وانت بتسمع حاجه اصلا يعني انت مشغل حاجه جنبك ها لا يا دكتور طيب احنا بنقول ان الفورس دايما يا اولاد كفيكتور بتبقى عباره
عن الفورس في اليونت فيكتور بتاعها. طب واليونت فيكتور بتاع الفورس هو نفسه اليونت فيكتور بتاع الخط اي بي لانهم منطبقين على بعض فليهم نفس الاتجاه. طب وبعدين بشيل اليونت فيكتور اللي في اتجاه الخط اي بي بيبقى عباره عن الفيكتور اي بي على الماجنيتود بتاعه بس. وبعدين بحسب الفيكتور اي بي ازاي، بقول احداثيات البي ماينس الاي الفاينل ماينس الانيشال بس. طب ممكن بصوا لو سمحت بطريقه النقط الثاني معلش هنقولها اولاد، هنقولها باكزامبل كتير اهو، يعني في اكزامبلز هتبان معانا. حاضر يلا دكتور لو سمحت. اتفضل يا حبيبي. هو كوزين الفا وكوزين بيتا وكوزين جاما بسميهم ايه؟ دايركشن كوزينز. كوزين دون دايركشن. اه ولو الفا كوزين بيتا دايركشن انجل بس صح. برافو عليك. كوزين الفا كوزين بيتا ان كوزين جاما ار كولد ار كولد ار كولد دايركشن دايركشن كوزينز كوزينز. طب لكن هو الفا بيتا and gamma are cold direction angles. ايه سؤالك يا حبيبي بتقول ايه؟ هي كده هي نفس اليونت فيكتور ولا تختلف؟ ايوه ايوه برافو عليك. اليونت فيكتور دايما يا اولاد بتاع اي فيكتور في الدنيا هو عباره عن ايه؟ اليو كاب بتاع اي فيكتور عباره عن كوزين الفا في الاي بلس كوزين بيتا في الجي بلس كوزين جاما في الكي. ما هو انا معاك يا ابني ان هو يونت، هو يونت يعني الماجنيتود بتاعه ب1 مش كده؟ اه يا دكتور صح، بس هو في النهايه هو فيكتور فليه كام مركبه؟ 3. فبتبقى الكومبوننت بتاعته اللي في الاكس كوزين الفا والكومبوننت بتاعت اليونت فيكتور اللي في الواي هي تساوي كوزين بيتا بتاعته والكومبوننت اللي في الزد هي كوزين جاما. ماشي يا اولاد؟ تمام يا دكتور. طب تعالوا ناخد اكزامبل. يلا اولاد ده يا دكتور الاكزامبل ده. يلا اولاد في الاكزامبل ده، في الاكزامبل ده مديني راجل يا اولاد بيشد حبل زي ما انتم شايفين كده from b to a from b to a ماشي، وعايز بيقول لي ان قيمه الشد يا اولاد قيمه الشد في الكيبل اي بي ده ب 70 نيوتن. اوكي بس انا هغيرها يا اولاد خليها 70 مش مشكله. يبقى هو هنا ده ب 70 نيوتن. بيقول لي بقى find the force at A as a vector. ركزوا أولاد الناس اللي بتسأل على الطريقة. ها دكتور حسين معلش اسمع حبيبي اسمع بس عشان الناس اللي عايزة تفهم يسمعوا. معلش دكتور معلش هو حركة تفرق ايه الفورس اللي عند ايه او اللي عند بي؟ دايما يا أولاد تأثير الكيبل على اي جسم خارج منه مش داخل. فلو انت عايز تحسب الفورس اللي عند بي هتبقى كده اهي، ادي الفورس اللي عند بي. لكن لو انت عايز الفورس اللي عند ايه هتبقى كده اهي. خلاص يعني حضرتك تقصد تقول ان السهم اللي انت هتشتغل عليه مش ده ده اه يعني هيبقى رايح من A ل B مش من B ل A. طيب حضرتك معلش عايز ايه؟ عايز اكتب الفورس دي اللي خارجه من A كفيكتور. طيب هستخدم هنا ايه يا اولاد؟ هل عشان اكتب الفورس اللي هي في ماجنيتود 70 هو عايز الراجل كفيكتور كمتجه، فانا هدور بالراحه خالص يا اولاد على انهي الطريقه انسب من الثلاثه. خدوا وقتكم يا اولاد. الله يفتح عليك يا يونت فيكتور. الله يفتح عليك يا ابني انت هو ماشي صح. انتوا ما اديتنيش فرصه اكمل بس تمام. هنا دكتور واضح جدا في المساله دي ان انت مديني ابعاد ومسافات صح، يعني دي اكيد اكيد لا فيها دايركشن انجلز ولا فيها حتى بروجكشن.
اوكي. عايز حد شاطر يا اولاد يبص كويس على المساله ويقول لي احداثيات الاي واحداثيات البي، وخدوا وقتكم عشان ما تغلطوش. يعني يا دكتور الاي يعني كل نقطه بي تبعد عن الاوريجين كام في الاكس وكام في الواي وكام في الزد. الاي يعرف يقول لي احداثيات نقطه ايه هتبقى كام وكام في 12 دكتور ايه احداثيات نقطه ايه على مهلكم 0 0 3. هو يا ولاد ها فهو عند الاوريجين، الاوريجين هو يا دكتور اهو. هتحرك عشان اوصل للاي، هتحرك بس في اتجاه الزد 30 بس، بس كده يا دكتور. اه والله ولا اتحركت يا ولاد لا في الاكس ولا في الواي، يبقى احداثيات الاي يا ولاد هتبقى 0 و0 و30 في الزد. طب بالنسبه للبي يا ولاد اللي هي دي، ركزوا مع ايديا ها. 12 سالب 8 و6 وهطلع في اتجاه الزد 6 اللي هي دي. دي يا ولاد ممكن يا دكتور تقولها تاني البي؟ اهي هتحرك في اتجاه الاكس الاول 12 وبعدين هتحرك في اتجاه الواي 8 بس بالنيجاتيف، وبعدين هطلع في اتجاه الزد اطلع لفوق 6. يبقى احداثيات البي كام يا ولاد؟ اهي هتبقى 12 في الاكس ونيجاتيف 8 او نيجاتيف 8 في الواي و6 في الزد. طب خلاص يا دكتور جبت احداثيات النقط تمام، روح بقى اكتب القانون. ماشي يا ولاد اهو. بص يا ولاد هكتب ايه الدكتور بيقول. الفورس كفيكتور هتبقى الفورس كماجنيتيود. سيبك بقى من اليونت فيكتور، خلاص خلاص انا ريحتك انا فهمتها لك. هي دلوقتي يا ولاد هي رايحه من ال بي ولا من بي ال اي؟ قولوا انتوا، انت شغال على انهي فرصة على انهي سهم؟ من ناحيه ايه؟ الله يفتح عليك. فيبقى بالتالي هنا يا اولاد هنا هنا يبقى هكتبها بقى على طول اهو، هتبقى الاي بي فيكتور على الاي بي ماجنيتيود. يا نهار ابيض يا دكتور حسين، امال فين اليونت فيكتور والكلام يا حبيبي؟ ماشي ما انا كتبته مره عشان افهمه لك، لكن بعد كده بعد كده لو انت هتشتغل بالطريقه دي اكتب على طول. هي مثلا لو الفورس رايحه من ال بي خلاص يبقى الاي بي فيكتور على الاي بي ماجنيتيود. طب لو الفورس رايحه من سي ال دي، من سي ال دي خلاص يبقى الفورس كماجنيتيود مضروبه في السي دي فيكتور على السي دي ماجنيتيود. خلاص واسيبني يا دكتور من حوار اليونت فيكتور. اه خلاص اكتب على طول النتيجه على طول. طب يلا يا اولاد يلا نحول ده لارقام. اوكي يا دكتور اتوكل على الله. الفورس برضو ب 70 اوكي مضروبه فيه برضو نفس الكلام يا اولاد. انا بقولها اي بي، بقولها اي بي خلاص يبقى بي ماينس الاي على حسب الارقام اللي قدامي هيبقى 12 اي اوكي وماينس 8 في الجي و 24 في الكي تمام. طب الكلام ده بقى على الماجنيتيود هيبقى كام؟ قولوا لي كده 28 جذر 144 جذر. بص يا اولاد اهي جذر يا اولاد عشان اللي مش فاهمها بقول جذر ده تربيع اهو هكتبها لهم معلش يا اولاد اللي مش فاهم. بلس جذر نيجاتيف 8 سكوير بلس جذر النيجاتيف 24 سكوير كده جذر كل دول، فهيطلع زي ما زميلكم بيقولوا فعلا 28 اهو. فهتطلع الاف بكام في الاخر؟ اهي تبقى 70 في 12 اي ماينس 8 جي ماينس 24 كي على 28. دكتور معلش سؤال بس. قول يا حبيبي اتفضل. ال 24 كي دي منين؟ ما انت هتقول 6 ماينس 30 مش بتطرح بي ماينس الايه يا حبيبي؟ اه تمام اهو. فالزد هنا ب 6 والزد هنا ب 30 ده ناقص ده هيطلع ماينس 24. اوكي. طب بص يا اولاد معلش حد لو كلكم طبعا اكيد معاكم كالكوليترز. بص يا اولاد اقسموا 70 على 28 هيطلع رقم، ما تقولوليش ايه هو مش مهم مش مهم. الرقم اللي هيطلع ده يا اولاد اللي هو ده على ده ده على ده اضربوه ثلاث مرات جوه، مره في 12 ومره في نيجاتيف 8 ومره في نيجاتيف 24. 30 في الاي و20 في وسالب 20 في الجي وسالب 60 في الكي. 30 في الاي ماينس 20 في الجي وايه؟ وسالب 60 في كي. بس كده زي الفل. طب معلش يا اولاد معلش استحملوني في السؤال ده،
طب لو انا كنت جبت لك نفس المساله دي هي هي بنفس الرسمه في الامتحان بس قلت لك find the force at b as a vector كان ايه اللي هيتغير؟ لو انا كنت طلبت منك تشتغل بالقوه اللي عند بي مش اللي عند اي اشارات بس بتاع ال الله يفتح عليك صح كده نيجاتيف 30 في اتجاه الاي بوزيتيف 90 بوزيتيف بوزيتيف 20 في اتجاه الجي بوزيتيف 60 في اتجاه الكي الله يفتح عليك وكمل جميلك بقى كمل جميلك برضو هي انت قلت كنتيجه في الاخر صح بس لا من الاول بقى وانت بتحل كانت هتفرق ازاي يا اولاد من الاول ان يبقى ان احنا هنطرح في ايه الله يفتح عليك كنت هتكتب كده هتبقى الاف مضروبه في البي اي فيكتور على البي اي ماجنيتيود الله يفتح عليك خلاص يا اولاد خلاص يا هو بص يا ولاد لو انا جبت لك في مساله فورس اهي فورس هطرح الاي من البي كده يا دكتور صح لا هنا هتقول الاي ماينس البي ايوه تمام طب بص يا ولاد لو انا جبت لك في مساله فورس شغاله ما بين خط اسمه دي او دي وسي يلا دي يا ولاد دي مش تبع المساله الرسمه دي حاجه مختلفه يلا عايز حد فيكم يكتب لي هنا الفورس دي لما اجي اكتب لها المعادله بتاعتها تبقى ايه هتبقى الفورس كفيكتور بتساوي ايه على طول ال ال دي سي على دي اي دي سي فيكتور على الدي سي اسمها ايه يا اولاد ماجنيتيود برافو عليك طب معلش استحملوني اهو يلا اهو لو جبت لكم فرصه ثانيه كده اهي شغاله مثلا ما بين نقطه اسمها اي واتش يلا عايزكم تكتبوا لي المعادله بتاعه الفورس دي هتبقى ايه الفورس كفيكتور هنا الاف فورس في اف الاتش على الاي اتش كماجنيتيود صح كده تمام طيب تمام يا اولاد يعني الطريقه دي دكتور مش ضروري خلاص بعد كده اكتب كلمه الفيكتور او اسف اليونت فيكتور لا خلاص مش مشكله يلا اولاد يلا يا دكتور في الاكزامبل ده مديني تو فورسز يا اولاد مش واحده مديني اتنين الاولانيه يا اولاد اللي هي اسمها اف اي بي قال لي دي ب 100 ب 100 نيوتن وقال لي انها دايركتد فروم اي تو بي دايركتد فروم اي تو بي وفي فورس ثانيه يا اولاد اللي هي الاف اي سي قيمتها كام يا دكتور 120 نيوتن ودايركتد فروم اي تو سي عايز ايه بقى يقول لي فايند الاف ار الريزلتنت بتاعت الاثنين and its direction angles اللي هي الالفا والبيتا والجاما بتوع مين يا اولاد بتوع الريزلتنت طيب يا دكتور تؤمر طيب مبدئيا يا اولاد سؤال عبيط جدا جدا بس بحب اساله دايما في المساله دي هو عايز يا اولاد محصله القوتين ال100 وال120 هل ينفع اقول ان المحصله بتاعتهم يا اولاد 100 بلس 120 يعني تطلع 220 نيوتن زي الفل ونتوكل على الله وسلامه عليكم ولا غلط لا كل واحد يدرس غلط عشان مش نفس الاتجاه الله يفتح عليك الله يفتح عليك يعني رغم التداخل في الاصوات لكن انا فهمت يا دكتور لا مش هينفع لان القوتين بيؤثروا في اتجاهات مختلفه in different directions وبالتالي حضرتك عشان تعمل لهم هما الاثنين اد تضيفهم لبعض وتجيب الريزلتنت بتاعتهم لازم تكتب كل واحده فيهم كفيكتور يعني تجيب لها كام مركبه 3 طيب خلاص اوكي الفورس الاولانيه اي بي انا اعرف نقطتين عليها اي وبي فباستخدام النقطتين اي وبي هقدر اكتبها كفيكتور ونفس الكلام الفورس اي سي برضو بالنقطتين اللي عليها اللي هم الاي والسي هقدر اكتبها كفيكتور طب بعد ما تحول التو فورسز للفيكتور بس اعمل لهم اد بقى او اجمعهم على بعض عشان تجيب الريزلت
بس طبعا ده اولاد هيتطلب ايه؟ ده يتطلب يا دكتور ان انت تجيب الكووردينتس او الاحداثيات بتاعه النقط. يلا اولاد حد بصوا كويس يا اولاد اهو على المساله، المساله قدامكم، بصوا كويس كده وقولوا لي عايز احداثيات، عايز احداثيات الاي والبي والسي هتبقى ب 004 الايه. الله يفتح عليك يا حبيبي الاي وال تبقى 004. طب والبي؟ والبي هتبقى 2 0 0. الاوريجن اهو يا اولاد، الاوريجن اهو. الله يخليك، ركزوا يا اولاد، الله يبارك لكم. لسبب، لسبب الكووردينتس جدع هتبقى 400. ليه؟ ليه؟ لانها على محور اكس يا اولاد. حصل لنا الرعب يا دكتور. يعني ايه على محور اكس؟ يعني ملهاش لا واي ولا زد. طب وانت هتتحرك من الاوريجن للبي كام؟ 4 بس في اتجاه الاكس بس. طب والسي؟ 4 و 2 0. برافو عليكم. طيب خلاص جبت يا ابني احداثيات النقط. اه خلاص اشتغل على كل فورس بالطريقه بتاعتنا. تؤمر يا دكتور اهو. يبقى الفورس اي بي يا اولاد، الفورس الاولانيه اي بي كفيكتور بالطريقه اللي حضرتك علمتها لنا. هتبقى الفورس اي بي كماجنيتيود في اليونت فيكتور بتاعها هيبقى اي بي على الاي بي. طب كارقام الفورس اي بي ب 100 يا اولاد، في هنا بي ماينس الاي، بي ماينس الاي هتبقى 4 و0 ماينس 0 0 و0 ماينس 4 ماينس 4. على كام الكلام ده يا اولاد؟ على روت، روت ده سكوير بلس ده سكوير بلس ده سكوير هيطلع 32. واللي مش متاكد يتاكد ورايا براحتك. حضرتك بتقول جذر ايه؟ ده سكوير بلس ده سكوير بلس ده سكوير. فاشتغل يا اولاد على المعادله دي. اشتغل يا دكتور. اه اه يعني اقسم 100 على جذر 32. كلكم معاكم الات حاسبه، هيطلع رقم. اضربه 3 مرات جوه، مره في 4 ومره في 0 ومره في نيجاتيف 4. هتطلع يا اولاد معاكم الاف اي بي، اعتقد هتطلع 70.7 في الاي بلس 0 في الجي، 0 في الجي ماينس 70.7. حضرتك كده يا دكتور عملت ايه بس بالراحه؟ ابدا يا ابني، انا كده قدرت اكتب الاف اي بي كفيكتور. طب حضرتك تقدر تكرر نفس الكلام بالنسبه للسي طبعا، او الاف اي سي. تمام اهو فين الاف اي سي كفيكتور هتساوي ايه؟ الاف اي سي كمقدار او كماجنيتيود في الاي سي فيكتور على الاي سي ماجنيتيود. طيب هتطلع كام؟ 120. هو دي مدهاني والله يا اولاد مش من عندي، هي دي جيفن في سي ماينس الاي، فهيطلع 4 و2 و0 ماينس 4 يا اولاد نيجاتيف 4. طب على كام؟ على 6. ايه يا دكتور حسين وانت بتتحد؟ لا والله جرب جرب. قولوا لي كده يا اولاد السكوير روت بتاع ده سكوير بلس ده سكوير بلس ده سكوير ده يطلع كام؟ دكتور ال 120 جيفن 36 وسكوير روت 6. الله يفتح عليك. اه ال 120 جيفن والله. هو كان ايه يا ابني مش مديها لك؟ انت ما شفتش رسمه المساله؟ والله ال 120 جيفن. طيب اختصر ال 120 على 6 فيها 20، اضرب ال 20 دي جوه يا اولاد 3 مرات، اضرب ال 20 جوه 3 مرات ماشي. هتطلع الاف اي سي كام في الاخر؟ هتطلع يا دكتور 80 في الاي بلس 40 جي ماينس 80 كي. طب حلو قوي، ركزوا معايا يا اولاد اهو. دكتور هو انت كنت ايه المطلوب؟ انا عايز الريزلتنت، الريزلتنت المحصله بعضيهم والجي كام بعضيهم. برافو عليك. بس كده شايف التو فورسز دول اللي انا هعلم عليهم؟ هم دول اللي يهموك دلوقتي اهو، اهو دي ودي. انا عايز الريزلتنت بتاعتهم. خلاص يا دكتور تؤمر اهو. then then الاف ار هتبقى عباره عن ايه يا اولاد؟ الاف اي بي كا فيكتور بلس الاف اي سي كا فيكتور، فهتطلع 150 يا اولاد 0.7 في الاي و0 و40 هتبقى 40 في الجي وماينس 150.7 في الكي. كده انت طلعت ايه؟ طلعت الريزلتنت كا فيكتور، عداك العيد. طيب لو كان طالب منك يا اولاد الريزلتنت بس بس في المساله خلاص انت كده خلصت. لكن ده الراجل كان طالب كمان الدايركشن انجلز بتاعه الريزلتنت. طب ما هي الدايركشن انجلز دي يا دكتور مش دي بتاعه الكوزاين انفرس الاف اكس على اف؟ اه. طب يبقى هنا لازم اجيب الماجنيتيود اوف ذا ريزلتنت اهو. اند
اف ار كماجنتيود از ماجنتيود لو عايزها كماجنتيود ومعاك الكومبوننتس الثلاثه بتوعها هي اولاد يبقى الاف ار كماجنتيود اكيد يا دكتور حسين هتبقى سكوير روت ليه ال 150.7 سكوير بلس ال 40 سكوير بلس النيجاتيف 100.7 سكوير. طبعا لو حد فيكم يقول الرقم يبقى كتر خيره مش معايا. 216 بوينت كام؟ 217. طب خلاص يعني خليها 217 مش فارقه مش اوكي اكسبتد يعني. طب من هنا بقى يا اولاد بالارقام دي خلاص اهو كده بالارقام دي اقدر اقول لك وانا قلب مفتوح اكيد الالفا هتبقى كوزاين انفرس ار اكس على الار او الاف معلش يا اولاد انا كتبتها اف ار بس دلوقتي ار اكس هي هي يعني فتبقى كوزاين انفرس كوزاين انفرس 150.7 على 217. طب بنفس المنطقه دكتور بيتا هتبقى كوزاين انفرس ار واي على ار هتبقى كوزاين انفرس 40 ديفايدد 217 جاما تبقى كوزاين انفرس ار زد على ار يعني هتطلع كوزاين انفرس نيجاتيف 150.7 على 270 خلاص يا اولاد خلاص يا دكتور هو من الطبيعي جدا يا دكتور ان حضرتك مثلا ممكن تجيب لنا المطالب دي كلها في مساله واحده عادي صح كده اه عادي ايه المشكله انت بس عشان احنا بنتكلم كتير لكن انت لما تيجي انت تحل عادي يعني ويا سيدي ممكن اجيب لك جزء منها ممكن اجيب لك على حسب وقت الامتحان يعني ما تقلقش وبعدين ده انت فاكر المساله خلصت يعني انت معترض على المطالب لغايه دلوقتي ده لسه ده انا هطلب مطلوب جديد خالص بشرح جديد اصبر بقى بص يا اولاد عايز دلوقتي اكلمكم في حاجه جديده كله ركز معايا الله يخليكم وعلى فكره هستخدمها في الاكزامبل ده عايز اقول لكم على حاجه اسمها the component of a vector along another اقفل يا ابني المايك يا ابني along another vector لا حول ولا قوة إلا بالله يا دكتور بتقول ايه عايز اقول لكم يا اولاد على حاجه اسمها الكومبوننت اوف ا فيكتور الونج انذر فيكتور يعني بص يا اولاد لو انا عندي فيكتور اهو فيكتور اسمه ايه وفيكتور تاني فيكتور تاني اسمه بي فيكتور تاني اسمه بي واقول لك على حاجه والانجل اللي ما بينهم ثيتا يا عم ايه رايك عندك تو فيكتورز والانجل اللي ما بينهم ثيتا لو انا يا اولاد كتبت كده بصوا كتبت كده A كبيرة قوي A كبيرة و B صغيرة دي اسمها ايه تخيلوا اللي اديت تقري ايه اشتروا محدش يقطعني يا ولاد اسمعوا مني دي اسمها ايه بقى دي ال A كبيرة وال B صغيرة دي اسمها the component of the vector A along the vector B يعني مركبة ال A في اتجاه ال B كما لو كان انت عايز تحلل ال A لكن في اتجاه ال B خلاص كده يا ولاد طب دي يا دكتور دي تتحسب ازاي والله يقول لك لو انت معاك الماجنيتيود بتاع الاي اضربه في كوزاين الانجل اللي ما بينه وما بين البي يا نهار ابيض يعني دي يا دكتور اه والله تبقى ايه كوزاين ثيتا طب ما الدنيا سهله يا دكتور حسين امال فين المشكله اقول لكم بصراحه مش دايما يا اولاد مش دايما الانجل ثيتا دي بتبقى جيفن يعني دي دايما يا اولاد بتبقى مش متاحه طب هل في طريقه تانية اقدر اجيب بيها الكومبوننت دي اه اكتب كده يا اولاد اور الاي كبيره في اتجاه البي الصغيره يا دكتور تبقى الاي فيكتور الاي فيكتور دوت دوت اليونت فيكتور في اتجاه البي نعم يعني انت حضرتك عايز تقول لنا ان دي هي دي اللي فوق دي اه والله هي طب ليه يا دكتور لان ما اعرفش فيكم اولاد كلكم اكيد درستوا حاجه اسمها السكيلر برودكت او الضرب القياسي اللي هو ده بنعمل ايه بقى يا اولاد بنقول ان المفروض ان هو رياضيا يقول لك ده يعادل الماجنيتيود بتاع الاولاني في الماجنيتيود بتاع الثاني اللي هو بواحد مو يونت فيكتور في كوزاين الانجل ما بينهم سيت فتطلع في الاخر فعلا ايه كوزاين سيت خلاص
طب لما هي الدنيا سهله كده يا دكتور، طب ليه ما بتستخدمش في هنا هنا الاي كوزاين سيتا؟ والله يا حبيبي لما باجي اطلبها منك في مسائل الانجل اللي ما بين التو فيكتورز ما بتبقاش جيفن، ما بتبقاش متاحه، فبناء عليها يا اولاد معلش هستخدم الطريقه بتاعه الايه السكيلر برودكت او الدوت برودكت دي. طيب معلش لو حد فيكم اولاد يستحملني، يلا عايز حد يقرا لي اللي هكتبه ده ويقول لي يساوي ايه. يلا اهي لو كتبت لكم كده يا اولاد، عايز حد الاول يقراها ان انجلش. ان انجلش دي اسمها ايه بقى؟ ذا كومبوننت اوف مين في اتجاه مين؟ كومبوننت اوف فيكتور بي along along فيكتور بي along فيكتور اي ذا كومبوننت اوف بي تو ان ذا دايركشن اوف اي. جدع الله يفتح عليك. مين يقول لي بقى ماثيماتيكالي هتبقى ايه دوت ايه؟ يلا اهو هضرب مين في مين ضرب قياس الله يفتح عليكم يا اولاد. طيب افكركم يا اولاد بالدوت برودكت بقى، افكركم بالدوت برودكت. دكتور هو الدوت برودكت سهل قوي يا اولاد، لو انت عندك تو فيكتورز وعايز تعمل لهم دوت برودكت يقول لك اضرب الاكس في الاكس بلس الواي في الواي بلس الزد في الزد. والله يا دكتور فكرنا فكرنا، يعني مثلا لو انا عندي فيكتور اهو اي عباره عن 3i بلس 2j ماينس 4k، طب وفيكتور تاني يا اولاد اسمه بي مثلا عباره عن 5i ماينس 3j بلس 6k. يلا يا اولاد اللي يعرف يقول، او لو مش عارفين اقول انا الاي دوت البي هتساوي كام بقى؟ 15 يعني 550i 50i. لا 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 اللي قال اي دوت والنبي انا عايز رقبته دلوقتي. سكيلر برودكت ما فيهوش اي وجي وكي يا حبيبي، لما هنشيل ارقام ارقام بس ما فيش اي وجي وكي خلاص. امال هو اسمه سكيلر ايه دكتور؟ هيبقى 15 ناقص 6 ماينس 6 ماينس 24 نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4 في 6. برافو عليكم. طب يعني هتطلع في الاخر 15 زي ما انتوا قلتوا فعلا ماينس 6 ماينس 24 يعني يطلع في الاخر كام؟ ماينس 15. ماشي. طب يا دكتور هو ينفع يطلع نيجاتيف؟ اه يا حبيبي ما هو سكيلر، سكيلر رقم وارد يطلع بوزيتيف وارد يطلع نيجاتيف وارد يطلع زيرو. المهم يعني ما علينا ما علينا، عايز تقول لنا ايه يا دكتور حسين؟ ان الضرب القياسي يا اولاد الضرب القياسي هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ عباره عن i في i بلس y في بلس اسف x في x بلس y في y بلس z في z. طب يلا دكتور قول يا حبيبي. هو ده في فرق بينه وبين الضرب الاتجاهي ده حاجه تانية خالص صح؟ لا لا الضرب الاتجاهي ده هناخده في تشابتر 4 ده اللي كنا بنعمله ديتيرمننت او محدد. تمام تمام. طب يا اولاد في الاكزامبل بتاعنا بقى هو هو دكتور حسين اه يا دي النيله هو هو اه بس يعني انا عايز استغل النتائج اللي انا جبتها دي اهي. اصبروا كده انا فاكر الارقام يا اولاد، انا كنت طلعت هنا ايه هفكركم يا اولاد الاف اي بي اهي 15. الاف اي بي لا اصبر اصبر الاف اي بي الاف اي بي اصبر كانت 70.7 في الاي بلس 0 جي ماينس 70.7 كي. طب والاف اي سي كانت كانت الاف اي سي 80 في 40 -80 في الجي. تخيلين يا اولاد الله يبارك لكم يا اولاد. تمام تمام يلا بقى ركزوا بقى في اللي جاي، لان ده اللي جاي ده بقى شغل معلمين بقى اهو. لو قلت لك ايه بقى فايند، ركزوا معايا وما حدش يستعجل ها. فايند ذا كومبوننت، فايند ذا كومبوننت اوف ذا فورس اف اي بي along the line along the line AC. مش عايز استعجال الدكتور عايز ايه؟ هشرب دوت برودكت. اصبري يا بنتي اصبري. لا ده انا عايز من اول الكتابه الدكتور عايز مركبه القوه AB في اتجاه الخط AC. ده من اول الكتابه، شوفي طريقه الكتابه اهي اهي. بص هكتب ايه اهو. يبقى الدكتور عايز الاف اي بي، الاف اي بي كبيره في اتجاه الخط AC. طيب اجيب الاي سي واعمل لها دوت برودكت في الاف اي بي. غلط غلط برضو مستعجل مستعجل حبيبي حبيبي اهدى. انت عايز مركبه الاف اي بي في اتجاه الخط اي سي اهي. يبقى انت هتشتغل على الاف اي بي نفسها. يبقى الاف اي بي نجيب الاف اي بي ونضربها في يونت ال يونت بتاع الاس
يونت اي سي. ايوه ما هو انا قصدي كده. طيب ماشي انا يبقى انا سمعت غلط ماشي اوكي. لا 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 كان قصدي كده بس ما قلتهاش يونت. طيب خلاص اهو يبقى ده يا اولاد ده كده. طيب تيجي نحول الكلام ده لارقام. اه يا دكتور بس اصبر اتقل. حاضر دكتور. حل تاني ممكن في دماغي تاني طريقه تانية؟ حل تاني في دماغي حل معين اعتبر. طب حاضر اصبر اصبر. طب نخلص ده الاول. حاضر 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 يا دكتور. حاضر. بعد ما اخلص قوله لي. يلا يا اولاد هيبقى الاف اي بي. الاف اي بي از ا فيكتور دوت دوت. اليونت فيكتور بتاع الاي سي يا اولاد هو نفسه الاي سي فيكتور على الاي سي ماجنيتيود. اه والله يا دكتور صح. طب حولوا لي بقى الكلام ده يا اولاد لارقام. انا الارقام كلها الحمد لله في دماغي اهي. الاف اي بي يا دكتور هتبقى 70.7 في الاي بلس 0 جي ماينس 70.7 كي دوت. الاي سي يا اولاد هتبقى مين؟ سي ماينس الاي. انا فاكر الارقام كويس. هتبقى 4 في الاي 4 و-4 على 6. طيب بصوا اولاد بصوا انا مش مستعجل. خدوا الواحد على 6 دي كومن فاكتور كمان يا دكتور. ده انت مدلعنا قوي. خدها بره وبعدين اضرب بقى اكس في اكس. حاضر. يبقى 70.7 تايمز 4 بلس 0 في 2 بلس نيجاتيف 70.7 في نيجاتيف 4. بس كده. احسبوا لي يا اولاد الارقام اللي جوه القوس واقسموها بره على 6. يعني في الاخر اهو يا اولاد اهي الاف اي بي. الاف اي بي اللي في اتجاه الخط اي سي هتطلع بكام؟ 47.1. كم؟ 47.1. 47. لا احسبه كويس. هتطلع 94. جدع. 94.3 ولا 2؟ طلعت معايا 2.3. انا اعتقد هي دي الصح. يعني هي فرق تقريب بيننا وبين بعض. يبقى اولاد لو انا طلبت منك مركبه في قوه او متجه في اتجاه متجه اخر هات القوه اللي انت عايزها دي اعمل لها دوت برودكت في اليونت فيكتور اللي انت رايح له اللي انت رايح له. طيب مين فيكم شاطر يا اولاد يقول لي؟ لو حبيت اكتب بقى الكومبوننت دي في الفيكتور فورم عايز ايه يا دكتور حسين؟ اهو يعني انا عايز اكتب الاف اي بي اللي في اتجاه الخط اي سي اي سي لكن في صوره متجه. خلاص اوكي اضرب الماجنيتيود بتاعها يا اولاد. اضرب الماجنيتيود بتاعها في اليونت فيكتور اللي هي في اتجاهه اللي هو الاي سي. اوعى حد يفهم غلط. ليه يا دكتور؟ لانها هي اوريدي متجهه في اتجاه الاي سي. انت حتى كاتب اهي هي في اتجاه الاي سي. بس المره دي ده مش ضرب قياسي يا دكتور حسين. لا يا حبيبي لا ده مش ضرب قياسي ولا مش دوت برودكت. لا ضرب عادي بقى. فبالظبط هتبقى كده اهو اهو. لو عايزين تشوفوا الارقام هتبقى ال 94.3 اللي انت طلعتها مضروبه فيه اليونت فيكتور يا اولاد بتاع الاي سي اللي هو الاي سي فيكتور على الاي سي ماجنيتيود اللي هو 4 و2 ونيجاتيف 4 على 6. خلاص يا اولاد اقسموا الرقم ده على 6 هيطلع رقم اكيد رقم. اضربوا 3 مرات مره في 4 ومره في 2 مره في نيجاتيف 4. ممكن اقول لكم يا اولاد هتطلع كام في الاخر؟ لو معاكم آلة حاسبة احسبوها هتطلع كام؟ 9 62.9 في الاي بوزيتيف في النص 31.45 في الجي نيجاتيف 62.9 في الكي. ربنا يبارك لك يا ابني صح. طيب الحته اللي جايه دي بقى يا اولاد بتاعت ناس شطار قوي ولو انها سهله برضو مش صعبه. بص يا اولاد دكتور انت كان عندك الاف اي بي اهي صح؟ اه كان عندي الاف اي بي فعلا وحضرتك جبت لها كده مركبه اسمها اف اي بي في اتجاه الخط اي سي صح؟ اه. طب ايه رايك بقى يا دكتور احنا عايزين بقى عايزين حاجه اسمها الاف اي بي. الاف اي بي العموديه. العموديه على الاي سي. يا نهار ابيض يا دكتور حسين هو انت قصد تصعبها علينا؟ ابدا والله يا اولاد دي سهله جدا على فكره. هضربها في يونت فيكتور برضك بتاعها بتاع لا لا خالص خالص خالص. هقول لكم على فكره حلوه قوي عشان تجاوب على السؤال ده. السؤال يا دكتور بعد اذنك. اسمع 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 استنى بس استنى استنى. لو انت كان عندك فورس ب 100 ركزوا معايا يا اولاد قبل ما تجاوب على السؤال ده وحللتها الاكس وواي. حاضر طلعت الاف اكس بكام؟ ب 60 مثلا. لو عايز الاف واي بتجيبها ازاي؟ يعني بس بتقول لي دايما يا اولاد الاف واي بتبقى عباره عن سكوير روت لايه؟
الفورس الكبيرة ماينس الاف اكس سكوير. ايه ده يا دكتور جبت القانون ده منين؟ اقول لك حبيبي، مش انت عارف ان الاف هي سكوير روت ل اف اكس سكوير بلس اف واي سكوير؟ المفروض يعني المفروض ان كلنا عارفين ده. طيب بالتربيع الطرفين يبقى الاف سكوير هتساوي اف اكس سكوير بلس اف واي سكوير من غير الروت. طيب انا هنا بقى يا اولاد هلعبكم ماشي. لو انا معايا الاف يا عم، معايا الاف ومعايا الاف اكس وعايز اجيب الاف واي، هكتب القانون ازاي؟ خلاص يا دكتور ودي الاف اكس الناحيه الثانيه وخد الجذر، يبقى الاف واي بكام؟ هتبقى روت اف سكوير ماينس الاف اكس سكوير. طب معلش يا اولاد استحملوني شويه، طب لو عايز الاف اكس نفس المنطقه دي هتبقى روت اف سكوير ماينس الاف واي سكوير. هي يا دكتور حسين عايز توصل لايه؟ عايز توصل لايه؟ ان في اي مساله يا اولاد، في اي مساله لو انت عندك المركبه اللي في اتجاه متجه ما وعايز العموديه عليها ببساطه شديده وانت سايب ايديك اهي، اكيد الاف اي بي في الاتجاه البربنديكولر على الاي سي هتبقى سكوير روت للفورس الاصليه كلها اللي هي الاف بي سكوير ماينس الاف اي بي اللي في اتجاه الاي سي سكوير. طبعا في ناس دلوقتي قاعده تقول لي يا دكتور حسين احنا فصلنا. ابدا يا حبيبي ولا فصلت ولا حاجه، الارقام كلها موجوده، هتبقى روت يا اولاد. الاف اي بي اللي انا مديها لك من اول جمله في المساله كانت ب 100، يبقى 100 سكوير ماينس الاف اي سي اللي انت مطلعها من شويه اللي هي 49 او 94 اسف 94.3 بس كده 33.3. الله يفتح عليك يا بنتي، صح 33.3 نيوتن. طب يعني يا دكتور حسين حضرتك كده صعبتها علينا. ابدا والله يا اولاد. طب اقول لكم على فكره كويسه يا اولاد، معلش عشان نكونفيرم الموضوع، معلش الارقام بتاعت المساله دي كلها اعتقد انتوا تقريبا شبه حفظتوها. يلا عايز في 3 ثواني بالظبط، او لا 3 ثواني ده رقم مبالغ فيه، معلش عايز في 10 ثواني عايز اعكس الموضوع يا اولاد. يلا عايز الاف اي سي، الاف اي سي في اتجاه الخط اي بي اند الاف اي سي، الاف اي سي العموديه او البربنديكولر على الاي بي. ايه دكتور ده انت عايز عكس اللي انت عملته من شويه؟ يلا لو حد فيكم فهم اللعبه يقولها لنا. يلا عايز الاف الاف اي سي في اتجاه الخط اي بي والعموديه، جذر ال 120 سكوير ماينس وانت لسه حليت. غلط لا انت لسه ما جبتش الاولى. حل ال 120 معانا يا حبيب قلبي، ما هي ال 120 معاك لكن دي مش معاك، دي لسه انت ما جبتهاش. فاهم. اهدى اهو. يلا يا اولاد هبدا من الاول. اقول ايه؟ في اتجاه الاي بي هتبقى الاف اي سي كفيكتور، الاف اي سي كفيكتور دوت اليونت فيكتور في اتجاه الاي بي اللي هي الاي بي فيكتور على الاي بي ماجنت. طيب انا فاكر دي يا اولاد كانت اي تي اي بلس 40 جي ماينس اي تي كي. طب حلو قوي. دوت اليونت فيكتور في اتجاه الاي بي يا اولاد انا فاكر اهو كان 4 و0 ونيجاتيف 4 على روت 32. ايه يا دكتور جبته منين ده؟ ما هو روت يا اولاد ده سكويرد بلس ده سكويرد والله. طيب خلاص اوكي. طبعا لو حد فيكم معاه اله حاسبه يساعدني، هاخد يا اولاد ال1 على روت 32 بره. طب وجوه اضرب اكس في اكس هيبقى 84 بلس 40 في 0 بلس نيجاتيف 80 في نيجاتيف 4. على مهلكم يا اولاد احسبوا لي الرقم اللي جوه ده وفي الاخر اقسموه على روت 32 هتطلع بكام؟ فين الاف اي بي اللي في اتجاه اسف الاي سي اللي في اتجاه الاي بي هتطلع كام؟ 113.1 متأكد من الرقم ده؟ ايوه دكتور صح. طيب خلاص اهو يلا بقى اولاد خلاص دي كده خلصت. هات بقى العموديه then الاف اي سي في اتجاه نورمال او بيربنديكولر تو اي بي اللي انت كنت قلته بقى يا ابني من شويه وانا قلت لك لا اهو دي بقى دي اللي هتبقى روت
الاف اي سي كلها سكوير ماينس الاف اي سي اللي في اتجاه الاي بي 40.1. اصبر يا بنت الله يبارك لك، نقول بس الارقام فتطلع روت ال 120 كلها اهي سكوير ماينس ال 113.1 سكوير تطلع كم؟ هتطلع كم بتقولوا؟ 40.1. طيب تمام كويس قوي، خلاص يا ولاد تمام. تعالوا يا ولاد احل لكم اخر اكزامبل بس وخلاص. ثانيه، هو احنا عملنا ايه في الحته الاولانيه اللي هي ايه يا حبيبي؟ اللي هي بتاعت الفورس بتاعت البربنديكولار اللي هي عادي بقول جذر الفورس الاصليه سكويرد ماينس الكومبوننت اللي انت مطلعها سكوير. اه عشان نم بربنديكولار. ماشي ايوه ماشي. دكتور عايزنك، انا مش فاهم الحته بتاع البربنديكولار دي. مش هو يا حبيبي، بص يا حبيبي، اي مركبتين واحده والعموديه عليهم المفروض ان هما الاثنين تحت الجذر التربيع بيساوي الاصليه تربيع، اوكي كده خلاص. يبقى اي واحده فيهم عباره عن ايه بقى؟ هتبقى روت الفورس الاصليه سكوير ماينس المركبه الثانيه سكوير، بس كده. يعني انت لو رتبتها اف اكس واف واي مع اي فورس هتديك نفس المنطق ونفس الفكره والله. هو لو انت حاولت ترسمها على في الاكس واي زد هيطلع لك رايت انجل تريانجل، وبس تقدر تستخدم بايثاغوراس. ما هو ده اللي انا عمال اشرح فيه بقالي نص ساعه. ما هي يلا اولاد في الاكزامبل ده ايه ده؟ ايه الاكزامبل ده؟ بصوا يا حضرات، مديني تو فورسز اف 1 واف 2 اف 1 واف 2 الاف 1 يا اولاد الاف 1 بص مش عايز اقول لك منتهى الدلع ازاي يعني. مديني الماجنيتيود بتاعها ب 300 ومديني كمان الثلاث زوايا بتوعها، الالفا ب 45 البيتا ب 60 الجاما ب 120. بص مفيش اجمل من كده. طب والاف 2 يا اولاد؟ لا الاف 2 غلبانه النون تماما لا مديني قيمتها كام ولا مديني حتى اي انجل ليها، تخيلوا. طيب يا دكتور عايز ايه بقى؟ بيقول لي فايند ذا النون فورس اف 2 and its direction angles such that the resultant of the two forces is 800 newton and directed along the y axis. لا مش فاهمين حاجه يا اولاد. اهو حضرتك عايز ايه؟ find the force F2 and its direction angles. تمام. So that the FR يا ولاد is 800 نيوتن along the y axis. مش فاهمين حاجه يعني. حضرتك عايز ايه يا دكتور؟ مش فاهم يعني. بيقول لك اوجد لي ال F2 وزواياها اللي تخلي الريزلتنت بتاعت الاثنين يا ولاد ال F1 اللي انت عارفها وال F2 الانون تبقى 800 بس في اتجاه الواي. خلاص يا اولاد. فانا هعمل ايه؟ بص يا دكتور، انا ما اقدرش اتعامل اصلا، انا ما اقدرش اتعامل مع الفورسز في السبيس والمحصله بتاعتهم الا لو كتبت الكل في صوره فيكتورز، صح ولا لا؟ فهقول ايه؟ الاف 1 بالارقام اللي الدكتور مداني دي، لو حبيت اكتب الاف 1 كفيكتور هتبقى 300 يا اولاد في كوزين الفا، يعني الكوزين 45 في الاي بلس 300 في كوزين بيتا اللي هي كوزين 60 في الجي بلس 300 في كوزين جاما يا اولاد اللي هي ال 120 في الكي. يبقى الاف 1 هتطلع بكام؟ معلش يا اولاد ما معيش اله حاسبه، قولوا لي كده 300 في كوزين 45 212 و13 من 100 يعني 0.1 في الاي 0.1 بلس 150 في الجي ماينس 150 في الكي. دي ايه دي يا اولاد؟ دي الاف 1. طيب الاف 2 اخبارها ايه؟ والله ما اعرف يا دكتور، لو معايا كنت ما كنتش هزعها عنك، بحط لها علامه استفهام بس كده بس يا دكتور. والله. طب والاف ار المحصله؟ والله على حسب اللي هو 800 في الجي كام؟ الله يفتح عليك، هتبقى 0 في الاي بلس 800 في الجي
بلس 0 في الكي. طب خلاص ده يا دكتور انت اخترعته والله ابدا يا اولاد. ايوه ما هي يا حبيب قلبي ما هي الريزلتنت بكام؟ 800 في الواي، يبقى لا ليها قيمه لا في الاكس ولا في الزد. هل انا كده غلطان في حاجه يا اولاد ولا اكمل؟ لا تمام كده يا دكتور. طيب لا تمام يا دكتور. هقول ايه بقى؟ خد بالك هو عايز الاف 2 ها، هقول له سينس الاف ار كفيكتور، هي عباره عن الاف 1 كفيكتور بلس الاف 2 كفيكتور. طب ما انا عايز الاف 2، خلاص يا عم ما تزعلش، ودي الاف 1 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى الاف 2 عباره عن ايه يا اولاد؟ عباره يا دكتور عن الاف ار ماينس الاف 1. طب يا اولاد على مهلك كده بقى، على مهلك وقول لي يلا وانت بتطرح هتطرح ايه؟ اكس ماينس اكس. خدوا وقتكم قولوا لي يا اولاد ها، اكس ماينس اكس دي كام؟ سالب 212 واحد من 2 واحد من 10 في الاي. طب يلا واي ماينس واي سالب 670. لا الله يبارك لك، ركز ركز في الاشارات. موجب 50 موجب 650 موجب 650 في الجي، وايه كمان؟ 150. لا ركز، لا 150 انه ماينس، يبقى موجب 150 في الكي. الله يفتح عليكم. كده انت جبت ايه ده دكتور؟ انا جبت الاف 2 اللي هي الحمد لله اللي هي الانون دي، بس جبتها كثري كومبوننتس، يعني جبت لها الاف اكس والاف واي والاف زد بتوعها. طب خلاص اوكي، هات لها الماجنيتيود بتاعها اهو. زين الاف 2 از ماجنيتيود يا دكتور، لو عايزها كماجنيتيود سهله هتطلع ايه؟ اقول لك يا معلم، هتبقى الاف 2 من غير الفيكتور بقى خلاص، هتبقى روت ال 212.1 سكوير، طبعا مش فارق هنا الاشاره لانها كده كده هتتربع، بلس ال 650 سكوير بلس ال 150 700 سكوير. جدع حبيبي هتطلع 700 صح، انا فاكر الرقم ده. طب هو كان طالب كمان يا دكتور في المساله الدايركشن انجلز بتوعها. اه ماشي اهو، يبقى الالفا بتاعتها يا اولاد هسميها الفا 2 بعد اذنكم، يعني هتبقى كوزاين نيجاتيف 1 على طول ماينس 212.1 على 700. البيتا 2 هتبقى كوزاين ماينس 1 ال 650 على 700، والجاما 2 اللي هي بتاعتها برضو هتبقى كوزاين نيجاتيف 1 ال 150 على 700. بس خلاص يا اولاد، يعني دي برضو من ضمن المتابل المساله دي يا اولاد، هي 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 لو جبتها لكم في الامتحان وقلت لك مثلا ان الريزلتنت ب 900 في اتجاه الزد، ايه اللي هيتغير؟ هتبقى 00 في الاتجاه الزد 00 900. برافو عليك، ماشي تمام. طب افرضوا حبيت اصعبها عليكم، والاف 1 اللي انا مدلعك بيها قوي دي ما جبتلكش الثلاث زوايا كلهم، جيب لا جبتلك اثنين بس، هجيبهم بالقانون اللي هو كوزاين الجاما بيساوي 1، ونجيب الزاويه الثالثه عادي. تمام يا اولاد الله يبارك لكم. اي سؤال يا اولاد في المحاضره دي؟ معلش يا دكتور، هو احنا المفروض هنحل منين؟ ايه نحل منين او نطبع الحاجات اللي احنا خدناها دي منين يا حبيبي؟ ما هو انا بعت لكم، رفعت لكم على فكره الاكزامبلز والبروبلمز اللي مطلوبه، ورفعت لكم الكتاب او قلت للمعيد يرفع لكم الكتاب. هو اترفع يعني فين دكتور؟ لو تراك في امريكا في التيم ده تلاقيه مرتين كل حاجه، حتى البروبلمز والاكزامبلز ده هتلاقيها في الكتاب بتاع الهبلر ده. ايوه حبيبي، امال احنا جايبينها منين يعني؟ جايبينها من الشارع؟ ما اكيد طبعا. تمام ماشي دكتور. ايوه حبيبي، هو الشرح بتاع حضرتك ده موجود في الفايلز بنفس الطريقه ولا مختلف؟ يعني ايه بنفس الطريقه ولا مختلف؟ مش فاهم. بنفس الكتابه يعني ونفس طريقه الشرح ولا موجود بي دي اف؟ انا فاكر ما هو موجود بي دي اف، ممكن انا اكون هنا بس في حاجات بجود في حاجات بزود. خلاص اوكي، يعني حضرتك بس ترجع تاني من الاول بس ناخد سكرين بسرعه. ارجع من الاول تاخد سكرين ليه؟ ما انت معاك الميتنج كلها يا ابني، انت هتبقى معاك باسمعها في وقت ما انت عايز، واقدم ورجع زي ما انت لا عايز. لا انا سمعت الميتنج من الاول خالص، بس هاخد سكرين بس للايه للسلايدز عشان معيش لاب. يعني ايه ارجع من الاول؟ ما انا مسحت حاجات كتيره وانا شغال. بص يا باشمهندس، هي المحاضره متسجله وانت بتسمعها، خد السكرين اللي انت عايزها. يعني انا هقعد انا ارجع عن المحاضره كلها؟ انت وانت بتسمع المحاضره يا حبيبي
الفيديو نفسه معاك، اقعد اقعد عيد وزيد فيه وخد سكرينات زي ما انت عايز ووقف وصور اللي انت عايزه. معلش لكن انا بس فين سؤال؟ اتفضل يا حبيبي. احنا عندنا كده الفورس 2D ده كده ليكتشر واحد ليكتشر 1 والفورس 3D كده ليكتشر 2 ولا هما الاثنين في ليكتشر 1؟ لا 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 دي ليكتشر 2. احنا عندنا هي كل اسبوع بمحاضره، دي تاني محاضره يبقى دي ليكتشر 2. تمام يا دكتور شكرا. ماشي يا حبيبي هرفع حالته برضه. دكتور في اتندنس؟ اه يا حبيبي كده كده المايكروسوفت تيمز بياخد الاتندنس.